بسم الله الرحمن الرحيم، مصطفى علاء مع حضراتكم، واهلا بكم في الانترودكشن ليكتشر اوف ذا انتراكتيف اند انتجريتد كورس فور يوزم ستيب 1. الهدف الاساسي من الكورس ده ان هو يدربك من اليوم الاول على نظام الامتحان واشكال الاسئله المختلفه، ودي حاجه مهمه جدا لان معظم الافيلبل كورسز في الستادي جروب بتعتمد على كوريكولم معين تخلصه في فتره من الوقت، اما بالنسبه لنظام الاسئله فما بيبقاش عليه اهتمام كبير جدا، بيكون في صورة مثلا محاضرات أو في صورة مثلا عشوائية أو كده. وبالتالي مثلا بتلاقي الطالب لما بيخلص بيبقى متردد، هل هو يقدر يخش الامتحان دلوقتي ولا لأ؟ والسبب إن هو حاسس إن الامتحان ده حاجة غريبة عليه لأنه مدربش على نظام الأسئلة. أما في الكورس ده يعني الهدف الأساسي والمهم إن أنت تتدرب من اليوم الأول من الكورس على نظام الأسئلة، المعقد منها قبل البسيط والصعب قبل السهل بأشكالها المختلفة على الأبديتد فورم. التاني ان انت تجمع اكبر كم من الهايد انفورميشن، وده بيكون في صوره انتراكتيف اند انتجريتد واي، وده السبب الاساسي اللي خلانا نعمل الكورس ده في سنتر عشان الانتراكشن، عشان لو في معلومه مثلا مش فاهمها او حاجه او عايز تستفسر عنها تستفسر عنها في وقتها من غير ما تسيبها مثلا ان انت تستفسر عليها بعدين او حاجه. تالت حاجة لما يكون عندك المعلومة المناسبة للامتحان وانت خلاص مدرب على نظام الامتحان، خلاص مسموح لك ان انت تقدر تدخل الامتحان في الوقت اللي انت عايزه، تعدي الامتحان من اول مرة وتجيب كمان السكور اللي انت عايزه بإذن الله. الكورس بتاعنا بينقسم لتو كونسيكتيف بارتس. البارت الاول ده الستادين كورس، وده مدته من 6 ل 8 شهور، فولود باي ذا ريفيو بارت، وده بيبقى عبارة من 2 ل 3 شهور. بالنسبة للستادين كورس بيكون هدفنا فيه ان انت تجمع معلومات كبيره سوبر هاي يلد انفورميشن، رقم 2 ان انت تعمل براكتسنج للكويشن. تجمع معلومات ازاي؟ بنعتمد اعتماد اساسي على كتاب الفيرست ايد، ان انت تذاكر كتاب الكتاب الفيرست ايد هيشرح لك بطريقه سهله وبسيطه ومفهومه. تاني حاجه ان احنا هنضيف عليهم الجولدن نوت، ودي حاجه سبيشال جدا في الكورس بتاعنا، والسبب ان انا ما ضمتهمش الاتنين مع بعض وعملتهم كتب زي ما في معظم الدكاتره مثلا بيعملوا، ان الكتاب الفيرست ايد كتاب مهم جدا ما فيش حد بيختلف على اهميته، والسبب ان انا مثلا لو جيت جزأته او حاجه ممكن اسيب منه معلومات، المعلومات ديت انا ممكن اشوفها انها لو ييلد بس ممكن تجيلها في الامتحان، عشان كده يعني انا حافظت على كتاب الفيرست ايد ان هو يكون زي ما هو كده كامل بايبل زي ما هما بيقولوا. وتالت حاجه زي ما قلنا اللي هو الكوشن براكسنج. بالنسبة للجولدن نوتس، الجولدن نوتس زي ما قلت دي حاجة سبيشال جدا، دي نوتس انا جمعتها بنفسي لفترة 3 سنين اللي هما الستاد سكادول بتاعي في الفيرست ستاب. الجولدن نوتس والحاجة اللي سبيشال فيها ان انا ما جمعتهاش من كيو بانكس او اسئلة وخلاص، لا انا جمعتها من التوب هاي يلد سورسز اللي انت ممكن تشوفها في معظم المواد، وبالنسبة لي في الفورمات بتاعة الامتحان بتاعي كانت هي اهم بكتير من اليو بولد نوتس او الكيو اذر كيو بانكس نوت. فعلى سبيل المثال مثلا في الباثولوجي تلاقي مثلا النوتس ديت مجمعه بصومه جولجن رابيد ريفيو بري تيست روبن كيو بانك ويب باس فارما كاب. في الفارما مثلا تلاقي كابلا ليفن كود كيس فار. في المايكروبيولوجي اند امنولوجي كابلا ليفن كود دي جي كلينيكال مايكروبيولوجي ميتريتيكال سي سامبل. الاناتومي لانه من المواد الصعبه والتوب هاي يلد في الامتحان فاحنا اهتمينا بيها اكتر، فجت مثلا الهاي يلد كورس اناتومي امبريولوجي نيورو اناتومي اناتومي تكست ميت most important growth anatomy case PRS histology pretest الفسيولوجي PRS physiology كابلان دكتور نجيب نوت. بالإضافة biochemistry and genetics كابلان ليفنكوت rapid review high yield cell and molecular biology behavioral science، ودي مادة مهمة برضو عشان كده برضو في الاهتمام بها كان أكبر. فجمعنا منها كابلان PRS behavioral science high yield behavioral science high yield biostats and epidemiology 100 case in Essex UWorld study subject of epidemiology and biostatistics. وطبعا ما نسيناش اللي هما الكيو بانكس نوت على رأسهم UWorld طبعا كابلان الار اكس ام بي ميو UWorld سيلف اسسمنت. وبالاضافة ان في كتاب مهم جدا انا قابلته في الجروب بتاعي كان اسمه يوزم ستيب 1 بلاتينم نوت، كتاب فادني جدا في معلومات قيمة، فده انا حبيت ان انا اضيفه للجولدن نوتس بتاعتنا. الاي سي جي والراديولوجي لانها ديت على نظام اللي هو الابديتد فورمات بتاعة الامتحان، فبرضه هيبقى لها اهمية كبيرة في الكورس بتاعنا. طبعا النوتس اللي هي الجولدن نوتس ديت هتتوفر لك من خلال الكورس في صورتين، الصورة الأولى عبارة عن برينتد كلرفول كوبيز، وديت متقسمة سيكشنز،
على حسب السكشن بتاع الفيرست ايد عشان يوفر لك الراحه وما تقدرش مثلا ان انت تتعب في التجميع بتاعتها. يعني مثلا هتلاقي كارديو فاسكولار ميديسن في قلب الفيرست ايد، تلاقي برضو سكشن الكارديو فاسكولار في ال في البرنت كلر في الكوبس بتاعه الجولدن نوتس. تاني حاجه برضو اللي هتوفر لك من الجولدن نوتس ديت الانكيدكس اللي هي الالكترونيك فلاش كارد، كتير من الناس يسمع عنها، هاي يلد جدا. وديت عبارة عن إن أسئلة البرنتد كوبيز ديت المحطوطة في الأنكي عبارة عن أسئلة وأجوبة عشان تقدر إن أنت تدرب نفسك على الأسئلة وتقدر إن أنت مثلا تساعدك في الاستذكار فيها. تاني حاجة إن برضو الأنكي ديت يعني حاجة إلكتروني، فأنا حطيت فيها كتير من الصور وحطيت فيها كمان اللي هو النيورولوجيكال إكزامينيشن فيديوز، وبالإضافة كمان الأوديو ترانسكريبتس بتاعة الهارت ساوند وبتاعة كمان اللونج ساوند عشان تكون مجمعة كل حاجة. بالنسبه للبراكتس وزي ما اتفقنا ان هو حاجه مهمه، فانا اعتمدت في الكورس ان احنا مثلا ما نتدربش على هيئه محاضرات او كده، لا هو هيقوم عن طريق 3 حاجات. في الاستاديوم كورس هيبقى كل سيشن عندنا 10 مينت شورت كويز، وديت الهدف منها ان انت ان انا اشوف مستوى فهمك للمحاضره اللي فاتت واتابع ان انت بتذاكر ولا لا، ودي طبعا هيبقى عليها جريدز. بعد ما نخلص كل سيكشن في الشرح زي مثلا الكارديوفاسكولار بايوكيمستري مايكروبيولوجي، هيكون عندنا محاضرة 3 ساعات عبارة عن اكزام. بيبقى الساعة الأولى منها عبارة عن 50 سؤال، طبعا اللي هو ال MCQ questions على حسب اللي هو الكيسز بتاعة الامتحان، وده طبعا بيبقى برضو عليه جريد. وفي الساعتين الأخرى من ال3 ساعات دول بنقدر إن احنا نتدرب على نظام الامتحان، نحل أسئلة. طبعا الأسئلة ما تبقاش من كوبي وبيست من ال MBMEs أو ال يورلد، لا ده بيبقى فيه أسئلة كرياتيف وفي أسئلة من أذر سورس كده، أنا شايف إنها هاي يلد يعني. وفي نهاية الاستادي كورس اللي هم 6 ل 8 شهور هنقدر ان احنا ناخد الام بي مي 7 11 اند 15، والهدف ان انت تاخد الثلاثة ام بي ميز دول ان انت تكون عارف مستواك وصل لحد فين بعد الاستادي كورس 6 ل 8 شهور دول، وتقدر تشوف ايه هي الويك بوينتس عشان نقدر نشتغل عليها في ريفيو كورس اللي هو هيكون من 2 ل 3 شهور. في ريفيو كورس هنراجع السورس اللي احنا اعتمدنا عليها اللي هم الفيرست ايد والجولدن نوز في صوره كومبريهنسيف ورابد عشان نقدر نخلص فتره زمنيه قصيره اللي هم 2 ل 3 شهور. في ريفيو كورس برضو كل اسبوعين هنقدر ناخد ام بي مي بحيث ان احنا نقدر نخلص ام بي مي 16 17 18 19 كل اسبوعين، طبعا بالاضافه ليور سيلف اسسمنت 1 اند 2. وبنهايه الريفيو كورس كده هتكون انت قدرت ان انت تخلص على كل الافيلابل ريسورس اللي ممكن تشوفها في خلال البريباريشن بتاعك في صوره كومبريهنسيف. فممكن نلخص في الاخر كده ان الكورس ده هيدي لك معلومات كبيره جدا، سوبر هاي يلد انفورميشن من خلال وقت صغير جدا لان زي ما قلت لك احنا مجمعينهم، بالاضافه ان هم يشرحوا لك في صوره سهله وبسيطه وبصوره انتراكتيف كده، فمش هتحس بالملل خالص. رقم 2 ان انت هتتدرب على عدد كبير من الاسئله، بالاضافه كمان ان انت هتتدرب على نوع الاسئله الجديد منها طبعا اللي هو الابديتد فورم، ان انت مثلا تتدرب على كل انواع اسئله الاي سي جي مثلا المالتي ميديا كويشنز اللي هي سواء كانت اوديو او فيديو، وكل ده زي ما قلنا في انر اكتيف اند انتجريتد واي. لو في اي استفسار ما تترددش ان انت تراسلني على الاكونتس اللي هي موجوده قدامك ديت. warm regards and see you soon.